عسلامة ومرحبا بكم. مسألة التواجه على الانترنت ولات حاجة أساسية وما عادش يصير عنا الاختيار أن نختار ونكونوا موجودين ولا لا. علاش؟ على خاطر لازم المشروع باش يتطور وباش تحكي مع الكونسوماتور كل كسوة شنو الافاتار نتاعو هو موجود على الانترنت، وخاصة أنك باش تحكي على منتوجاتك ولا لي سيرفيس نتاعك، وإلا زيدة باش تواجه المنافسة نتاعك. هذا هو اللي اسمه الديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي. لا بريزونس هذه اللي في الانترنت تنجم تكون موجود à travers les résultats de recherche على les moteurs de recherche évidemment كيما مثلا جوجل. هوني باش تكون كي نكتبوا اسمك نلقاوك موجود في لي ريزولتا، لازم تكون انت ديجا خدمت على لي ريزو سوسيو، وخاصه يكون عندك ان سيت ويب. علاش لو سيت ويب مهم؟ على خاطر سي لو سول كانال ولا بلاتفورم اللي تنجم تعمل فيها ليكسبيريونس اللي انت تحب عليها. في فيسبوك ولا في انستغرام ولا يوتيوب ولا كل كو سوا شنو لو ريزو سوسيال ديما اون ديبون دو لا ميز اجور ولا لو سيستيم اللي يحطو اك ثيرد بارتي ولا لا تيرس بارتي هذيك. هذيك علاش مهم انك تخدم لو سيت ويب ولو كونتوني اللي في السيت ويب. اون فوا قررنا شنو هما لي ريزو سوسيو اللي باش نخدموا عليهم وشنو هو السيت ويب نتاعنا، مهم ياسر ان نتبعوا لو ريفيرونسمون. الريفيرونسمون هذا في زوز انواع، يا اما مجاني والا بمقابل. نبداو بالمجاني. الريفيرونسمون ناتشوريل هو انك تختار لي مو كلي نتاعك اللي تحب تكون موجود فيهم وتحطهم في وسط السيت ويب، كو سوسوا في وسط لي بلوغ ولا لي زارتيكل والا الديسكريبسيون نتاع لي برودوي نتاعنا. فما لو ريفيرونسمون بايان اللي هو لاشا دو مو كلي، يعني نختاروا دي كي ووردز ونشريوهم بالفلوس. كيفاش تنجم تعرف روحك اللي انت بيان ريفيرونسي والا لا؟ سي تري سامبل، باش تكتب لي مو كلي اللي تحب تظهر فيهم والا لي مو كلي اللي تعرف الكونسوماتور نتاعك يكتبهم باش يلقاك. كي لقيت روحك سور لي بروميير بوزيسيون سي بون، سينون تنجم تستعين باكسبير والا تو في ابيل ا اون اجونس دو ماركتينغ ديجيتال. اللي اهم من هذا الكل هي لا كاليتي دو ترافيك نتاع السيت، يعني يجيونا فيه دي زوتيليزاتور سيبل والزائر يلقى فيه لانفورماسيون ولا لو برودوي اللي حاجته بيه. هوني نجمو نستعملو جوجل اناليتيكس اللي هو وسيله مجانيه اوفيرت باغ جوجل تفهم بها الاحصائيات نتاع السيت وتفهم بها اكثر لو كومبورتمون نتاع الزائر نتاعك. الزوار نتاعنا ينجمو يجيونا من الويب والا من شبكات التواصل الاجتماعي. هذاك علاش اختيار المحتوى اللي باش نشروه فيهم يلزمو يكون مناسب لشبكه التواصل الاجتماعي اللي باش نختاروها. مثلا انستغرام اللي هو ان ريزو قائم على الصوره، ماذا بينا المحتوى يكون فيه لو فولي ارتستيك. باغ كونتر لينكدين اللي هو ان ريزو بروفيسيونيل يكون فيه الكونتوني نتاعنا قائم على لي زارتيكل والا لي فيديو انستيتيوشنيل. فما دي زوتي تنجم تراقب بهم الحضور نتاعك على انترنت كيما جوجل اليرت، منشن.com ولا اليرتي.com. كي تستعملهم تكون عندك في على المارك وعلى قاعده يتقال عليك في انترنت، وتنجم تكون زاده عندك فكره على المنافسين نتاعك. هكيكا تبدا عندك فكره واضحه على الاي ريبيوتيشن نتاع المارك نتاعك. منشن مثلا هو اوتي يمكنك من زياده ظهور علامتك التجاريه وتحسين سمعتك على الانترنت. من النقاط الايجابيه اللي فيه اللي يعطيك المراقبه الكامله والدقيقه ويعطيك تقارير وبيانات بالوقت، اما الفتره التجريبيه اللي فيه محدوده شويه. جوجل اليرت يمكنك بانشاء كونتوني تزويدك بقاعده معرفيه شامله على طريق البريد الالكتروني وتكون خاصه بك. هذا زاد سي ان اوتي غراتوي ويربحك برشا وقت. باختصار الديجيتال ماركتينغ يخليك تخدم البراندينغ، يعني الماركة نتاعك تكون معروفه وعندك ان تو دونجاجمون في لي ريزو سوسيو والناس تتفاعل معك. هذا زاد يخلي السيت ويب نتاعك بيرفورمان ويحقق لك الاهداف التجاريه. تو نقول لكم بالسلامه.